السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الخامس بمدرسة أطفال الرمثة النموذجية، أحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعتكم، وأتمنى أن تكونوا قد أتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا هنيئا، وإن شاء الله يتقبل منا ومنكم. بنتابع اليوم الدرس الثاني من الوحدة الثامنة اللي هو تحولات المادة. تحولات المادة، هلأ إحنا بنعرف إنه هاي عندي قطعة من الورق، لاحظوا الآن لو قمت بقص هذه الورقة أو بتمزيقها، لاحظوا ما الذي تغير؟ إن الذي تغير هو شكل هذه المادة فقط، هذه الورقة تغير شكلها، ولكن بقيت الورقة هي ورقة احتفظت بصفاتها وبخصائصها وبمكوناتها. الآن إحنا بنعرف إنه المادة ثلاثة حالات. من حالات المادة، أولا الحالة الصلبة، اثنين الحالة السائلة، وثلاث الحالة الغازية. إذن حالات المادة ثلاث، وحالات المادة، حالة المادة إحدى الخصائص الفيزيائية. إذن حالة المادة هي إحدى خصائص المادة الفيزيائية، إذن هي إحدى الخصائص الفيزيائية للمادة. خلينا الآن نتعرف على تحولات وتغيرات حالة المادة في حالتين، في حالة ارتفاع حرارة هذه المادة، والحالة الثانية بدي أشوف عند انخفاض حرارة المادة ماذا يحدث له. إذا سنتعرف على تأثير درجة حرارة المادة على هذه المادة وأثر انخفاض حرارتها عليها. الآن لو كان في عندي مكعبات من الجليد، ثلج، إحنا عبينا الثلاجة وحطينا عنا مكعبات من الثلج، حطيناها الآن تحت حرارة الشمس، ماذا تتوقع أن يحدث لهذه المكعبات؟ أكيد راح تبدأ بالتحول إلى ماء سائل، تمام؟ بفعل طبعا التسخين، يعني ارتفعت حرارة هذه المادة. إذا ارتفعت حرارة الماء، إذا تحولت من الحالة الصلبة اللي هي جليد إلى الحالة السائلة اللي هي ماء سائل، تمام؟ الآن ما الذي أثر عليها؟ إنها حرارة الشمس. إذن ارتفعت حرارة الجليد، اكتسب حرارة من الشمس، فأدى ذلك إلى تحوله من الحالة الصلبة اللي هي الثلج إلى الحالة السائلة اللي هو الماء. الآن عند استمرار عملية التسخين تحت أشعة الشمس، استمرار عملية التسخين تحت حرارة الشمس إلى ماذا يؤدي يا خامس؟ يؤدي إلى تناقص كمية الماء. طبعا هذا الماء اللي كان قبل شوي جليد هو انصهر، تحول إلى ماء سائل قلنا هون. هذا الماء السائل أيضا إذا استمرينا في تسخينه تحت أشعة الشمس سوف تتناقص كمية هذا الماء السائل. أين ذهبت؟ أين اختفت؟ سنلاحظ بعد مدة بعد استمرار عملية التسخين أن الماء اختفى، اختفى، أين ذهب؟ تحول إلى بخار، يعني غاز، وانطلق إلى الجو، تمام؟ إذا تحولت مكعبات الجليد، تمام؟ اللي هي الحالة الصلبة، إلى الحالة السائلة، تمام؟ ثم تحول إلى بخار، تمام؟ لاحظوا تحولات المادة من صلب جليد إلى سائل وإلى بخار اللي هو غاز يعني. طيب كل هذه التحولات والتغيرات حدثت بسبب إيش؟ يرى خامس بسبب ارتفاع درجة حرارة المادة. إذا لاحظوا عملية
التسخين تؤدي إلى تحولات في المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. طبعا في عندي هون بالكتاب زي ما أنتم شايفين مكعبات جليد أو ثلج، الآن بالتسخين تحولت إلى ماء سائل ثم اختفت من الصحن، وأصبح الصحن الآن فارغا بدلالة تحولها إلى الحالة الغازية وانطلقت إلى الهواء الجوي طبعا بالتسخين. إذا ثلج صلب بالتسخين، عملية انصهار، استمرار التسخين أدى إلى عملية التبخر. لاحظوا إذا تبخر، إذا أول إشي صلبة بالتسخين عملية انصهار صار لها، وباستمرار التسخين للماء اللي انصهر أدى إلى تبخر هذه المادة اللي هو الماء السائل وتحولها إلى بخار. الآن هم بقول لي سؤال أتحقق، ما التغيرات التي حدثت لمكعب الجليد؟ حدثت له عملية تسخين أدت إلى انصهاره، ثم استمرار التسخين أدت إلى تبخره وتحوله إلى غاز. في عندي هون أتأمل الصورة وأحدد حالات المادة الفيزيائية في الصورة. الآن في عندي هون ماء سائل وفي عندي هون جليد في الحالة الصلبة. هاي الحالات هون حالة صلبة وهون حالة سائلة. تمام؟ إذا هذه حالات المادة اللي ظهرت عندنا في الصورة. خلينا نكمل ونشوف نقطة أخرى درسنا لليوم. هلا بدي أشوف تأثير درجة الحرارة إلى ماذا يؤدي. إحنا بنعرف يا خامس إنه المادة تتكون إيش من جسيمات، أجزاء صغيرة جدا بنسميها جسيمات. إذا تتكون المادة من جسيمات صغيرة، هذه الجسيمات تكون متقاربة نوعا ما مع بعضها البعض. في الحالة الصلبة، الحالة الصلبة بتكون الجسيمات متقاربة جدا بهذا الشكل، هاي في الحالة الصلبة. الآن في الحالة السائلة بتكون أقل تقارب، أقل تقارب بهذا الشكل الجسيمات بتكون أبعد شوي. الآن بالحالة الغازية بتكون متباعدة جدا. لاحظوا إذا هنا الحالة الغازية. هاي ترتيب أو شكل المواد أو جسيمات المادة في حالتها. كل ما كانت المادة صلبة بتكون الجسيمات متراصة متقاربة مع بعضها. في الحالة السائلة بتكون أقل تقارب، وفي الحالة الغازية بتكون أكثر تباعد عن بعضها البعض. الآن خلينا نشوف تأثير الحرارة على المادة الصلبة. هلأ نشوف إذا تأثير ارتفاع الحرارة على المادة. هلأ التسخين، يعني التسخين يؤدي إلى إيش؟ إلى تباعد. التسخين يؤدي، لما أقول تسخين يا خامس يعني ارتفاع الحرارة، تمام؟ يؤدي إلى تباعد جسيمات المادة عن بعضها. إذا بس أبلش أسخن بالمادة أو تتعرض جسيمات المادة للتسخين، تبدأ هذه الجسيمات بالتحرك على نحو أسرع وتبدأ بالتباعد عن بعضها، ثم تتحول نتيجة للتسخين تتحول إلى إيش؟ إلى مادة سائلة. تمام؟ إذا أي مادة تتعرض إلى التسخين الحرارة تؤدي إلى حركة الجسيمات بصورة سريعة جدا وبسرعة أكبر، هذه الحركة وهذا التسخين يؤدي إلى تحول المادة إلى مادة سائلة. طبعا وما تنسوا أنه ذلك أثر ارتفاع درجة حرارة المادة. تمام؟ وهذه العملية وهي التي تحول المادة الصلبة إلى الحالة السائلة تسمى الانصهار. الانصهار. إذا الانصهار من تأثير ارتفاع الحرارة. إذا الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، ركزوا معي، بالتسخين.
التسخين. إذن الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بإيش؟ شو العامل المساعد؟ التسخين. إذن الحرارة أدت إلى انصهار المادة الصلبة وتحولها إلى الحالة السائلة. طيب ماذا لو استمريت بعملية التسخين؟ هون استمرار التسخين يعني استمرار ارتفاع حرارة المادة، إلى ماذا سيؤدي بالحالة السائلة؟ سيؤدي إلى تحولها إلى أو بدء عملية التبخر. يعني الآن بدأت المادة انصهرت وصارت في الحالة السائلة، وأنا لازلت بعطيها كمان حرارة، الحرارة التي أعطيها لها بعد عملية بعد أن أصبحت في الحالة السائلة يؤدي إلى تحولها أو في بدء تبخرها، أي أنها تبدأ بالتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، وهذا ما يسمى عملية التبخر. التبخر. إذا ما هو التبخر؟ هو تحول المادة من الحالة السائلة. يا خامس، تبخر تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية طبعا، وما تنسوا أنه باستمرار التسخين. إذن بالتسخين. تمام؟ إذن صار عندي عمليتين بحدثن نتيجة عملية التسخين، وذلك بأثر ارتفاع الحرارة. الحرارة تؤدي إلى انصهار المادة الصلبة وتحولها إلى المادة السائلة. استمرارنا في عملية التسخين لهذه المادة السائلة يؤدي إلى تحولها من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية أيضا بالتسخين. تمام؟ طيب هلأ في عندي نقطة مهمة جدا تابع يا خامس. احنا حكينا قبل شوي انه التبخر هو تحول المادة السائلة إلى الحالة الغازية، يعني بتبدأ تتبخر وبتبدأ المادة تتحول من حالة سائلة إلى حالة غازية. الآن استمرار عملية التبخر يصل بالمادة إلى ما يسمى بالغليان، ودرجة الغليان هي درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة بالتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. ركزوا معي خمس شوي. هلأ لما تبدأ عملية التبخر، أول لحظات عملية التبخر هاي بتكون مع استمرار عملية التسخين، بتستمر عملية التبخر، بتصير المادة السائلة تتحول إلى بخار أو حالة غازية. أنتوا بتشوفوا لما بتكون المي تغلى دغري بصير يطلع البخار منها، معناته لما بتصير تغلى، ها لاحظوا شو حكيت، لما بتصير تغلى إذا تبدأ عملية الغليان. أول درجة حرارة تبدأ عندها المادة بالغليان بنسميها هي درجة الحرارة اللي بتبدأ عندها المادة بالتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، هاي بنسميها درجة الغليان. طبعا لكل مادة في الطبيعة درجة غليان مختلفة من مادة لأخرى، لكن درجة غليان الماء هي 100 درجة مئوية سنتيغريد. تمام؟ إذا درجة غليان الماء 100 درجة مئوية. إذا عند درجة 100 يبدأ الماء بالغليان. تمام؟ إذا هي درجة الحرارة التي تبدأ عندها الماء بالتحول أو المادة بالتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. طبعا كل مادة حكيت لها درجة غليان. أنا الآن حطيت لك مثال، درجة غليان الماء هي عند درجة 100. هلأ في عندي ظل نقطة مهمة جدا. هلأ النقطة هاي هي عملية التسامي. هلا لاحظوا يا خامس، احنا قلنا بالاول المادة بتكون صلبة بالتسخين تصبح سائلة، يعني بحدث لها انصهار
تمام. هلا استمرار التسخين يؤدي، برضه هون تسخين، يؤدي الى عمليه التبخر، بتصير حاله غازيه. اذا لاحظوا بالاول بتكون صلبه اول نقطه، النقطه الثانيه بتصير سائله، والنقطه الثالثه او الحاله الثالثه بتصير ايش؟ غازيه. هذا يسمى انصهار بالتسخين. تمام. هلا في عندي عمليه التسامي، تقفز الماده الصلبه من الحاله رقم واحد اللي هي الحاله الصلبه الى الحاله رقم ثلاثه. تمام، تقفز دون ان تمر بالحاله السائله. هذه العمليه تسمى عمليه التسامي. تمام. اذا عمليه التسامي تتحول فيها الماده من الحاله الصلبه الى الحاله الغازيه مباشره، تصل الى الحاله الغازيه مباشره دون ان تمر بالحاله السائله. اذا عمليه التسامي، ركزوا معي، هي تحول المادة من الحالة الصلبة، تمام، إلى الحالة الغازية مباشرة دون أن تمر بالحالة السائلة. تمام. طبعا في بعض المواد اللي بتمر بهاي المادة، مثال عليها الجليد الجاف، في عندي مثال عليها، مثال اللي هو تسامي الجليد الجاف او ما يعرف بثاني اكسيد الكربون الصلب، ثاني اكسيد الكربون الصلب. اذا ثاني اكسيد الكربون الصلب، احنا بنعرف انه ثاني اكسيد الكربون هو غاز، صح يا خامس؟ احنا بنعرف انه ثاني اكسيد الكربون هو غاز، لكن في عنا جليد جاف هو مكوناته ثاني اكسيد الكربون الصلب. هذا ليش؟ لانه حدثت له عملية تسامي. تمام؟ تحول مباشرة من الحالة الصلبة الى الحالة، عفوا، من الحالة ايش؟ احنا قلنا من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية دون ان يمر بالحالة السائلة. ما بمر ثاني أكسيد الكربون بحالة سائلة، ما عم نسمعنا أنه في ثاني أكسيد كربون بالحالة السائلة. إذن هاي اسمها عملية التسامي. وفي عندي مثال آخر اللي هو اليود، أيضا تحدث له عملية تسامي دون أن يمر بالحالة السائلة. تمام. آخر إشي عندي هون بالكتاب، انتبهوا كلكم عندي، يلا يا خامس، هون في عندي شو بصير بالتسخين وشو بصير هون التبريد. طبعا عملية التسخين عكس التبريد تماما. هلأ هون مكعبات ثلج، تمام، مادة صلبة الآن انصهرت بالتسخين صارت ماء سائل، استمرار عملية التسخين تحدثت لها عملية تبخر صارت مادة غازية. هلأ لو اجيت للغاز للبخار اللي هو هون بخار، هلأ بالتبريد بتكاثف وبتحول لمادة سائلة، وبرضه بالتبريد البخار او الماء السائل اللي بالتجمد يتحول الى ماده سائله. اذا لاحظوا هذا السهم يشير الى التسخين، انصهار تبخر، بينما هذا السهم عكسي، لاحظوا اتجاه السهم هنا واتجاه السهم هنا عكس بعضهم، يؤدي هون في عمليه التبريد. عمليه التبريد البخار تؤدي الى تكاثفه وتحوله الى قطرات ماء سائله، ثم عملية التبريد استمرار تبريد الماء السائل يؤدي إلى عملية التجمد وتحوله إلى مادة صلبة. تمام؟ إذا عملية التبريد عكس عملية التسخين. إذا هون في عندي عملية التكاثف اللي هي تحول البخار إلى الحالة السائلة، والتجمد تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بالتبريد، لأنه عملية التبريد تؤدي إلى تقارب الجسيمات إلى بعضها بصورة أكبر، بتقل حركتها وبتتحول إلى حالة صلبة، بتصير عملية التجمد. تمام؟ إذا هون بنستنتج إنه التجمد عكس الانصهار. تمام؟ هون هاي عندنا مادة جزيئاتها، لاحظوا تجمد، اقتربت الجزيئات مع بعضها البعض وأصبحت في حالة صلبة. عملية الانصهار تؤدي إلى تفكك وتباعد وحركة سريعة للجزيئات، بصير عندنا حالة الانصهار.
اللي هي الحالة السائلة. إذا عند ارتفاع الحرارة تنصهر المادة وتتباعد جسيماتها، وعند انخفاض الحرارة تقترب الجسيمات من بعضها لأنه بتقل حركتها وبتقترب من بعضها وبتصير متراصة، بتصير عملية التجمد. طبعا درسنا طويل شوي ما خلص، بكتفي بهذا القدر لليوم، وإن شاء الله الحصة الجاية بنكمل مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.